مكانك يا خرطوشة ورا حرب. بابا اللي هرب مني هقتلها. مين يا خرطوشة؟ لا بنتي. يا علي يا خرطوشة هتقتل بنتك؟ انا حيالك يا سمار. لا دي بنتنا. ما تلبسش نفسك جنافه واللي عندك يا خرطوشة. انا خلاص مفيش حاجه اخاف عليها يا حضره الضابط. انا بتعامل زي برميل البنزين اللي هرب مني وسخنه هيفرق في وشه ولا في الكل. قلت لك اقف مكانك. خلاص اهدى اهدى اهدى. ارمي السلاح اللي في ايدك يا حضره الضابط. بقول لك ارمي. هاتوا هنا هنا. اهدى بالله واعل وارمي السلاح. لو اتحركت خطوة هقتله. وتقتله انت ليه؟ مع انك البيعة دي الضابط اللي تتاخد منه طبنجته ما يلزمناش تاني. ها؟ هتيجي اغلى من الضابط يا خرطوشة؟ انا بعترف يا باشا. انا بعترف ايه؟ انا تاجر سلاح يا باشا. انت تاجر ايه؟ انا تاجر سلاح يا باشا. اتوجع اتوجع يا باشا. انا عامل وجعك. ايوه يا باشا. انت تاجر فين؟ في السلاح وساعدوه في المخزن يا باشا. فين؟ في المخزن يا باشا. فحارب انت جاي تغني بعد ما الفرح خلص. خد الزبون يلا يلا. يا عم انت صدقت نفسك ولا ايه؟ ايه ده احسن ابنك ايدك عليت يا عم ولا حاجه؟ كانت هتيجي في دماغك ولا زمانك شهيد؟ اه والله تخيل انت بقى شهيد معتز. قوم يا عم امسك ده الحرز يلا عشان النيابه تشوف شغلها بقى. خلاص بس اتفضل يا باشمهندس. اتفضل يا فندم. المخزن جوه يا فندم. المخزن جوه يا فندم. مؤاخذه شمع يا ابني السنه دي. اجي اركبه معاك البوكس لو تقيل عليك يا حامد. كلني يا تصغر. الواد حامد عمل لك حاجه ولا ايه؟ عيب كمان داخلين المأمورية وانت مزنوق مع الجدع جوه وده بيقدم رجله اخر رجل يقدم رجله اخر رجل. انا جاله تليفون تليفونه واحنا داخلين المأمورية. عيل سيس يا عم. اه طبعا عيل سيس. انا ابقى ظابط محترم داخل المأمورية واديله تليفوني يبقى عيل. يا دي الكسفه. اه بس دوبني. صباح الفل يا ست الكل. صباح الخير يا حسام. ايه يا ابني انت فين؟ كلمتك كذا مره وما تردش عليا ليه؟ والله كان عندي شويه شغل لسه مخلصه. اه طب ما تتاخرش عليا بقى. يا حبيبتي مسافه السكه بس انت بصي للعروسه. بسيتك العافيه يا حبيبي. لا اله الا الله سيدنا محمد رسول الله عليه الصلاه والسلام. السلام على السلام. صباح الخير يا ابوي. صباح الخير يا ولدي. صباح الخير يا جابر. صباح الخير يا عريس. قوم يا عاد قوم قول لهم يجيبوا لنا القهوه. عمرك يا سيدي الناس. لا افطر لطريات لك هي سبع ولا طبع؟ 107 يا ابوي. ايه رايك في نجاوه ابوك؟ ما فيش احسن من كده يا ابوي. خير ما اخترت. يلا شد حيلك وتجدعن. عايزينك تملنا البيت عيال عشان نبقوا عزوة. حد يبقى ابوه الكبير ويحتاج عزوة تانية. المهم نتكلموا في الشغل. حاضر يا كبير. عاوزك تشد لنا مكتوب للخواجة البيع على اللابتوب بتاعك عشان نتفقوا على العملية الجديدة. أمرك يا كبير. يا مسهل يا رب. هيسهل متخافش. هيسهل بس انت شوف شغلك. دياب سافر اتفق على عمليه جديده واحنا هنا قاعدين زي الولايه ويدنا على خدنا. نفسي اشوف فيهم يوم يابا. نفسي اشوف فيهم يوم. بدل ما تقعدوا تهروا وتنكتوا في ده روحوا اشتغلوا زي اولاد عمكم عشان تبقوا رجاله مالوا خلقاتكم.
نشتغلوا كيف وهم واكلين السوق كله وبيرموا لنا الفتافيت. يعني يا ابوي هو احنا نعرف ندخلوا حته سلاح واحده في البلد دي من غير درع عمي؟ ها ده كان دخلها بالنار من غير ما نصعبوا عليه وتوانا بلابيسي كمان لانكم هفيه وما لكمش وزن. خبري عاي يا ابوي ناقصين هم احنا. ايوه ناقصين مخ وما عارفين تفكروا صح. وايه هو الصح عادي يا ابوي؟ خليهم يشتغلوا ويلموا الفلوس عشان نصيب منصور واد نجيب اختكم. هم ليهم غيره؟ وفرد جابر خلف واد تاني من اي مره من حريمه عن يعملوا ايه وقتها؟ او دياب خلف من حكمه بنت الطراشني. ولو برضيك هيبقى لنا في فلوسهم نصيب منصور الصغير واد نجيب اختكم. وده يجي يبحر فلوسهم. انا وقت اسمي تسير بدل ما نتصادموا مع منصور ونروح كلنا في توكر. شفت يا محروس ازاي بندخلوا البضاعة؟ شفت ووعدك يا دياب اني هتعلم ان شاء الله. اخويا جابر لك يا سي جاب. لك يا محروس كيفك؟ الحمد لله. مش بعاد يا دياب تاجي وتستلم البضاعة بذات نفسك. تتفرج محروس على الشغل وبيجي واحد منينا. بالك انت دياب ده ما يعرفش يعمل حاجة واصل، لا يعرف يستلم ولا يخزن، كتيره يعرف يتفق مع الخواجات وبس، وبعدين يروح ياكل حمام وينام. جابر ده ملك الدخيل والتخزين والتشوين كمان والتوزيع. ولا نسيت اياك؟ لا ما نسيت شيء. أمو يا رجالة قوام قوام. هزعل عليك قوي يا عم. معتصم ايه؟ لا ماشي خد الزبون. تعال يلا 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 تعال تعال. الف مبروك يا باشا على العمليه والترقيه. الله يبارك فيك يا طاهر، بركه فيك. انت الجندي المجهول. ولحد امتى هفضل مجهول يا باشا؟ لحد ما العملية تخلص. الله ما هي خلصت خلاص. خلصت يا باشا. جابر مات ودياب اتمسك. لسه راس الحية منصور. طب بمناسبة منصور بقى يا باشا، خد بالك شكله ناويلك على نية سودي، وهو ده اللي خلاني أكلمك وأجيلك. وعرفني منين؟ معرفش، بس شكله كده سأل واتقص وعرف ان انت اللي قتلت جابر وقبضت على دياب. ماشي ماشي خد بالك من نفسك يا باشا. ما تقلقش عليا،
انا عايزك انت بقى تركز وتجمع لي كل المعلومات. عايز امسك منصور متلبس ونوصل للجماعه اللي بيتعامل معاهم بره مصر عشان نقفل العمليه على نظافه. ساعتها بقى حلو وعدك ان انا هكلم الساده المسؤولين يرقوك ويدوك مكافاه. يدينا ويديك طولة العمر يا باشا. يعني بس كنت يعني محتاج مكافاه كده صغيره زي المكافاه اللي سيادتك خدتها. اصبر بحوشهم لك عشان يملوا عينك الفرغه. طب ان شاء الله ورك فرغه حتى اصبر به نفسي. يعني مش مكفيك اللي بتهلبه من منصور وعياله؟ ماني لازم انا اعمل كده يا باشا عشان يصدقوا انني معاهم. طب اخويا استنى. يا ساتر على الدناوه. ايوه كده يا باشا. خد الخمسينيه دي حل بيها بقى. وهو البق ده برضو يا باشا يتحلى بخمسينية. دي اقل تورتايه النهارده باكتر من 100 جنيه. تورتايه؟ بلاش تورتايه، خليها عسلياية، هي افيد ليك ولصحتك بدل ما تتخن. حكيم انت لما بتتخن مخك بيتخن. سلام. سلام يا باشا. حكمت المحكمة حضورياً وبإجماع الآراء بإحالة أوراق المتهم دياب منصور شفيع البطاش إلى فضيلة المفتي، وحددت جلسة 12/6 للنطق بالحكم. رفعت الجلسة. أنا أنت ود الهلالي. مفيش احلى من كده. 4 ايام في البحر، لا اوتيل ولا وجع دماغ. الواد احمد صاحبي دوت جدع قوي، ما فكرش مرتين اول ما قلت له عايز المركب. ايه رايك بقى في المفاجاه دي؟ على فكره انا كمان عندي مفاجاه عشانك. مفاجاه؟ ممكن تيجي تقعد جنبي؟ اجي اقعد جنبك. اديني جيت يا ستي. اسمع. اسمع هنا؟ مش سامع حاجه. انت سامعك وفاهمك تقال قوي يا حسام. انت سمعتني يا بنتي؟ مش سامع حاجة. بتستهبل؟ احلف. والله رحت للدكتورة وقالت لي. يعني سلمى الصغيرة جاية؟ وهلعب بيها؟ هيبقى عندي الحمد لله. يا ما أنت كريم يا رب. الحمد لله يا رب. حمام حمام يا بحر. بس ممكن أروح أجيب حاجة. لا 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 لا. أنت تيجي هنا تعالي كده، اقعدي هنا ما تتحركيش وما تلعبيش أي حاجة. يا ستي مالكيش دعوة. عايز تاكلي؟ عايز تاكلي صح؟ أنا هعمل لك الأكل. يا ما انت كريم يا رب. اوعي تلعبي في اي حاجه. حاضر يا ابو سلمى. الله اكبر. يا ما انت كريم يا رب. عشان انت هادي هاخدك النادي. اديني منين بقى؟ اه جبنه عيش فاكهه وحلاوه حنيه كمان دي بقى. اه عشان انت هادي هاخدك النادي وانت سامع الارض الحمراء او الصفراء او الخضراء. الله هتبقى اب يا حسام. امي هتفرح قوي. طيب يا حبيبتي بيطمنيني عليك. مع الف سلامه. ماما. ايه يا حماد؟ باركيلي. ابارك لك على ايه؟ سياده اللواء حمايه نقل لي مع حسام اخويا الاداره. الف مبروك يا حبيبي. الف مبروك. الف مبروك. ده حسام هيفرح قوي بالخبر ده. وده انا هكلمه حالا ابشره. يا رب يكرمكم يا رب وما يحرمكوش من بعض ابدا. ايه عشان البوتاسيوم. ده بوتاسيوم صح؟ ده اكيد بيعمل حاجه. تفاح اكيد بيعمل حاجه. يوه.
محمد ده وقتك. الو يا محمد، خير ان شاء الله؟ ما تحذر فذر كده، انا عاوزك في ايه يا سيدي؟ وده وقته، قول لي انت في ايه؟ سياده اللواء هاني نقلني معاك الاداره. بتتكلم بجد؟ والله زي ما بقول لك كده. الف مبروك يا حضره الضابط، بسم الله ما شاء الله. ده انت جيت تحت درسي، 7 الصبح تبقى على مكتبك، هدورك مكتب كل ساعه. وانا تحت امر تدوير مكتب سعادتك. اما انا عارف انك تحت امر، غصب عنك تحت امر. انت مش عاوز اي حاجه؟ ولا حاجه. بص لايدين امك بس وقولها تتعلم. خد بالك من لغايه ما ارجع يا ياض. ايه يا عم انت مالك مستعجل كده ليه؟ بقولك نقلت معاك، بتقفل معايا ليه؟ لما اجيلك. سلام. علشان انت يا هادي انا هاخدك المالي، علشان انت يا هادي انا هاخد دي بدلها. كيوي اكيد برضو ليه لازمه. يلا سلمى، بص بقى بجد. سلمى، انا جاي لك من طرف واحد حبيبك. لا لا، اكلمك هديتك يا عريق. سلمى خبر مش كويس بس لازم اقوله لك. في ايه يا فندم؟ حكايه قلقتني. في افراد مجهولين اقتحموا اليخت اللي فيه المخدم حسام وزوجته سلمى واعتدوا عليهم بالضربه. امتى حصل ده؟ النهارده الصبح. طب وحسام كويس؟ حسام دلوقتي في العنايه المركزه في مستشفى في الغردقه. طب وسلمى؟ سلمى تعيش انت، شد حيلك يا محمد. الحمد لله على السلامة يا حسام، نورت بيتك. ايه يا حسام؟ بقولك نورت بيتك. توحد الله كده. لا اله الا الله. عارف ان الصدمة كانت شديدة، بس ده قدر ربنا ولازم نقبله. نعم بالله، نعم بالله. طب بقول لك ايه؟ ما تيجي تقعد معانا في البيت اليومين دول، على الاقل تبقى وسطنا. لا اله الا الله، لا اله الا الله. أنا هبات هنا يا محمد مع سلمى. استهدى بالله بس يا حسين. سلمى هتقعد مع سلمى ازاي بس؟ أنت مش مصدق إن أنا هبات مع سلمى؟ والله هبات مع سلمى. فاكرني مجنون صح؟ اخوك ما تجننش، مات مع سلمى وانت روح. سمع صوتها بتندهلي لجوه، روح انت عشان تدخل لها. سام يا محمد، عينيك على اخوك
مش عايز يتهور ويبوظ العمليه. انا وافقت اطلعه عشان ظروفه بس. ما تقلقش يا فندم، حسام مهما حصل برضه ظابط عنده خبره وعارف حدوده كويس. ماشي صاحبي، اطمن، احنا كلنا جنبه. ماشي يا باشا، مع السلامه. ارمي سلاحك انت اهو، انزل على ركبك. براحتك يا ولد الهلالي، اقبض علي. انا طالع طالع وانت ما هتشوفش مرتك واصل. حسام، لا يا حسام، حسام معتز. سامحنا معتز، سامحنا صاحبي. والله العظيم ما كان قصدي، انت الوحيد اللي عارف انه ما كانش قصدي. انا كنت في دنيا تانية يا معتز، ما كانش في دماغي غير سلمى وطارق. معتز، استرها يا رب، استرها يا رب عشان خاطر بنته ومراته. معتز حبيبي، حبيبي اللي حصل لك، اللي حصل له يا حسام. الحمد لله. مين اللي عمل فيه كده؟ استهدي بالله بس. انت كنت فين يا حسام؟ انا كنت موجود والله. احنا حصل ايه؟ حصل تعامل اثناء المأموريه. ف احرق المأموريات بتاعتك على الشغلانه بتاعتكم. حسبي الله ونعم الوكيل في اللي عمل فيه كده. اهدي بس يا مدام ايمان، ان شاء الله خير. طب الدكتور قال لك ايه؟ هسأل الدكتور، هسأل الدكتور عن الحاله. طب روح اسأل الدكتور يا حسام. ليه يا معتز كده؟ حسبي الله ونعم الوكيل في اللي عمل فيه كده. بس انت غلطان برضه يا حسين، ما كانش المفروض تعمل كده، البلد فيها قانون. خفت المحامين بتوعه يطبخوها ويطلعوا منها، انت عارفهم يعملوها. احسن لو كل واحد عمل زي كده هنبقى عايشين في غابه. غصب عني يا محمد، ما قدرتش امسك نفسي. عموما انا والمجموعه اللي كانت في العمليه شهدنا ان منصور كان عاوز يقتلك، وان انت قتلته دفاعا عن النفس، وان معتز اتزحلق في العمليه ووقع. ليه عملت كده؟ غصب عني، ما قدرتش اورطه. بقى لله يا فندم. حياتك يا بس. نقيب محمد الهلالي يا اخويا. بقى في حياتك يا فندم. حياتك الباقي، اتفضل. ترى نقدر نعزي مدام ايمان؟ ايمان منهاره من ساعه اللي حصل، قافله عليها اوضتها ومش بتطلع خالص. خدت حقنه مهدئه ومفيش فايده، كل ما ادخل عليها الاقيها ماسكه صورته وبتكلمه. ربنا يصبرك ايمان. ربنا يصبرنا كلنا. هي دي بنت معتز مش كده؟ ايوه، اتيتمت بدري. آسف، والله العظيم آسف، مع إني عارف يا بنتي إن آسف مش هيفيدك. متأكد إنك لما تكبري وتعرفي إن أنا كنت السبب في حرمانك من أبوكي هتلعنيني ألف مرة. مش بقيت تفكري تقتليني، وهيبقى عندك حق، إني أستاهل أكتر من كده. حسام، حسام، أنا بقول يلا بينا.
معلش انا اسف يا فندم، وريت تنقلي تعزينا لمدام ايمان. مش الباقي في حياتك مره ثانيه. شكرا. ما هي اقوالك؟ انا هقول لجنابك على كل حاجه يا بيه. قول. حسام بيه كان موانس مع الكبير يا سعاده البيه. ويطلع مين حسام بيه؟ ومين الكبير ده؟ حسام بيه الهلالي الضابط اللي قتل الكبير، والكبير يبقى المعلم منصور الله يرحمه. وكان موانس معاه ازاي يعني؟ ما هو كان فيه شغل بيناتهم يا سعاده الباشا، وحسام بيه الهلالي كان بياخد نسبته في كل عمليه بيعملها للكبير على داير المليم يا سعاده البيه. كمل. وبعدين يا سعاده البيه في يوم حسام بيه طمع وطلب من الكبير نسبه اكبر من اللي بيديها له يا سعاده البيه، راح الكبير رفض. حسام بيه خلي بيه يا سعاده البيه وكبس على الرجاله هم بيستلموا البضاعه، كل ده عشان يلوي دراع الكبير. وراح يا سعاده البيه قتل له جابر ولده الكبير وسجن له دياب ولده الصغير. راح الكبير ما كتبش خبر وراح قتل مرات حسام بيه الهلالي. حسام بيه النار جادت في قلبه، راح قتل الكبير عشان ينتقم منيه يا سعاده البيه. وايه دليلك على الكلام اللي بتقوله ده؟ هو ولا مؤاخذه يا باشا، الحاجات دي عليها دليل. طب ده حسام بيه بعد كل عمليه ما كانش بيبقي من حسابه للكبير الله يرحمه ولا مليم واحد. كمل. وبعدين؟ هقول لك يا باشا، الكبير الله يرحمه كان راجل حجاني وبيخاف ربنا. ده حتى في اواخر ايامه بعت لحسام بيه في شقته اللي هي بتاعت مساكن الضباط دي صندوق مليان فلوس. يعني لو حضرتك كده دورت ودعبست ممكن تلاقيه. عندك اقوال تانية؟ انا قلت اللي خلص ذمتي قدامك يا باشا. سيادة المقدم حسام. ايه يا باشا، انا المقدم حسام. اتفضل معانا. اتفضل معاكم. على فين يا باشا؟ عندي امر بتفتيش شقتك. شقتي تتفتش ليه يا باشا؟ يا فندم شقتك اللي في مساكن الضباط. يا باشا حضرتك متاكد؟ اكيد في حاجه غلط، في سوء تفاهم، اختار مش مظبوط. لا مفيش حاجه غلط حضرتك، لما نفتش هتعرف. وعموما احنا معانا اذن النيابه.
أنا آسف يا فندم مرة تانية، ويا ريت ما نضيعش وقت بعض. يا فندم أكيد في حاجة غلط. استنى شند، مع إذن النيابة فعلا. المهم يكون تدخل خلاص يا ماما، مفيش حاجة. طب حسام عايزها. في حاجة غلط أكيد، هعرف فيه وأجي على طول، ما تقلقوش. يلا ماشي يا باشا، تحت أمرك. توكل على الله. اتفضل. يلا ما تفرجوش علينا الشارع، يلا. خلي بالك من نفسك. خد أمك وادخلي، يلا اتفضل يا باشا. امشي قدام. اتفضل يا بيه. البيت كله قدامك. حضرتك تقدر تفتشه ملي ملي يا باشا. اتفضل. صاروا في البيت كمان. صاروا في البيت. هيا ساعدكم يا باشا، مش قصور شغل دي يعني. ده بتاع احسن بيه بتاع كنت جايبه ايام الله يرحمه، حته من جهازي. اي نعم يعني مش غاليه بس اهو. والفلوس اللي جواها دي الفلوس دي انا ما اعرفش عنها حاجه. مش حسام بيه، احنا اسفين، مضطر اقبض عليك. يا باشا انا عندي شهاده مهمه ومصر ان انا اقولها علشان اخلص ضميري قدام ربنا. اتفضل قول. انا شفت المقدم حسام وهو بياخد شنطه من اثنين رجاله قبل العمليه، وكان ناوي. انت متاكد؟ انا ساعتها ما كنتش مهتم بالموضوع وما خدتش بالي ان الرجاله دي تبع منصور، بس بعد الاتهامات اللي اتوجهت له اتاكدت شكوكي، عشان كده جيت اخلص ضميري قدام ربنا. انت عارف ان اللي انت بتقوله ده في دليل إدانة واضح للمقدم حسام؟ يا باشا هي دي الحقيقة، والمقدم حسام غلط ولا غلط لازم يتعاقب. أمرنا نحن ورئيس نيابة شرق القاهرة تجديد حبس المتهم حسام نجيب الهلالي 15 يوم على ذمة التحقيق، على أن يراعى له التجديد في الميعاد. جاهل يا ست المجدد، زي ما بيقولوا حدانا في الصعيد، اول الرجزة حنجلي والنسر اللي معلقه على كتافك هخليه ينهش بقلبك نهش. وقول لك تار منصور الكبير ما راحش. محكمة! يا حسام، المحكمة استعملت معاك الرأفة. بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والمداولة قانونا، حكمت المحكمة حضوريا على المتهم حسام نجيب الهلالي بالحبس لمدة 3 سنوات مع الشغل والنفاذ، وأمرت بمصادرة المبلغ المضبوط. ايوه يا سيدي، يا واد ومنصور كمان وزي القمر شبهك. شبهك الف مبروك يا ابو منصور، يتربى في عزك. يبارك فيك، يبارك فيك يا وجدان، يبارك. نفسي نفسي اشوفه، نفسي نفسي اضمه. انا مش عارف اقول لك ايه يا طه، مش عارف اقول لك ليه. انت من النهارده دراعي اليمين. انا ما عملتش حاجه، ده انا ما عملتش غير الواجب. وبعدين انا لحم الدافي من خيرك،
بس هو يعني ايه حكمت حصل لها حاجة؟ لا يا ست حكمت بخير والحمد لله، بس فيه مخزن من المخازن اتسرق. تقول ايه؟ اني رحت انا والست حكمة ام منصور عشان نجرد المخازن زي ما انت قلت، لقينا مخزن فيهم مسروق، ساعتها هي تعبت وانا خدتها على المستشفى. عملوها يا العلام، عملوها. معقولة؟ ممكن يكونوا هم؟ محدش غيرهم يستجري يعمل كده، انت انا خبرهم زين. دول يبقوا حفروا قبرهم بيدهم. طاهر تاخد وهدان وتروح على المخازن وكل البضاعة المتبقية تنقلوها للمخزن الاحتياطي. مخزن الاحتياطي؟ ايوه بس يعني اني ما اعرفش حاجة عن المخزن الاحتياطي ده. وهدان خبره زين، المخزن الاحتياطي ده كنا ندار فيه البضاعة لما الحكومة تشم خبر. عشر واحدة عريان في وقت واحد، نصب في الحب يعني. لا مش قوي يعني، بس في منهم اللي كنت ايه بنصب عليهم وبحبهم في نفس الوقت. فك! وسخ! عملت لك ايه انا؟ عملت لك ايه؟ حاطط نقرك من نقري ليه؟ انا لو عايز اذبحك دلوقتي هذبحك، بس انا مش وسخ زيك. ايه ده؟ ايه ده في ايه؟ انتوا الاثنين حبس انفرادي عشان تبطلوا تتخانقوا مع بعض. يلا خدوا! يلا يا باشا. هو خلاص مش عايز ولا كلمة. جبت الحاجات اللي قلت لك عليها؟ ايوه يا كبير، بس انا عاوز اسال، احنا هنقعد هنا كتير؟ شكلها كده لما اشوف اخرتها مع عمي وعيال. ايه ده؟ هما لسه عاوزين ال 40% عموله برضك؟ ما قدامناش حل غير كده. انا عارف انه طماع بيستغل وضعي، بس نعمله ايه؟ طالما الواحد مكسور لازم نطاطه ونرضى بالموجود. صح، والله يسامح عمك وعياله. عمل لنا حاجه ناكلها. عيني محدش عملها قبلك. الناس طول عمرها بتترجى الرحمة مني ما برحمهاش، وعمري ما احتجت لحد. تيجي انت تعلم عليا؟ جميلك ده على راسي يا عمهم، ومن النهاردة يحرم عليا اذيتك لوم الدين. يعني خلاص لعله اصحاب واخوات وحبايب ولا هتغدر؟ انا بفهم في الاصول، وعلى فكرة بقى انا كنت مزقوق عليك واخد عربون كمان. مزقوق عليا؟ مين اللي زقك؟ الواد زين. زين؟ ومين اللي زق زين ده؟ واد اسمه ابو لغم. ابو لغم وزين. بقول لك ايه؟ سيبك من ابو لغم وسيبك من زين. قول لي لعله ايه اللي حدفك الحدفه السودا دي؟ ما تقوليش انا ماليش دعوه، انا بتاع الصعيد وكانت القضيه ست شهور، انا افتكرت. طمعي وغباوتي. ما انت عارف انا طول عمري شغال في البلطجه، قلبت التخصص وقلت اشتغل في النصب، طلعت الطلعه والتانيه وللاسف بقى في التالته وقعت وشرفت هنا 5 سنين. ما دي غلطتك يا اخي العلو. هو سكتنا له دخل بحماره. كنت ماشي في البلطجه والاشياء بومبون، ايه اللي خلاك تغير الكارير بتاعك؟ النصب ده فلسفه، علم، شياكه، اخلاق. دخلت بالحمار خليه يلبس البس. سيبك منه يا معلم، ما يقع الا الشاطر. عندك حق يا دبوب، ما يقع الا الشاطر. يا حسام باشا انا عايز اقول لك على حاجه، ما تزعلش مني والنبي على اي حاجه انا عملتها في حق الغلط وعلى ماده ايدي اللي عايزه تتقطع دي. سماح يا سيدي ولا يهمك. احلى واحده كوكو في الدنيا. طب بمناسبه القعده العائليه دي، مش عايزين تصالحوني انا كمان؟ صحوا صفحه جديده معايا؟ ايه؟ في حاجه بس استاذ العلو كان واخدها مني في الاول خالص، نظاره مش شايف اي حاجه خالص. لعله عشان خاطر حسام باشا النضارة. ربنا يكرمك يا رب حبيبتي، وحشاني قوي. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده
ايه ده ايه يا ابني يا عم؟ في ايه؟ شايف عفاريت ولا ايه؟ ايه المنطقه المعفنه اللي احنا قاعدين فيها دي؟ لا 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 خدها يا استاذ. خد ايه؟ خد ايه؟ البس، انا تعبت من جرجرتك طول النهار. طمني عليك، اخبار الشغل يا محمد؟ والله الحال مش ولا ولا، في سلاح كتير قوي داخل البلد ومش عارفين مين وراه. انا عارف. عارف؟ اه عارف. تحب اقول لك مين؟ دياب البطاش يا محمد. مش شرط يا حسين. لا شرط، وانا متاكد من اللي بقوله لك، ولو تحب ادلك على اللي يسلمه لك ادلك. والله لو كلامك صح دلني عليه. في واد اسمه طاهر المصيري شغال في الاداره عندنا في البوفيه متطوع. الواد ده انا كنت زارعه وسط البطاطش عشان يجيب لي اخبارهم اول باول. وازاي واد مهم زي ده شغال في الاداره ومحدش يعرف حاجه عنه؟ لانه كان عامل سر محدش يعرف عنه حاجه، واول ما القضيه خلصت مهمته خلصت، وبعد اللي حصل لي طبعا محدش يعرف عنه حاجه. هو لسه شغال في بوفيه الاداره؟ هتلاقيه متلقح في البوفيه. عايز اقبض على دياب. دياب؟ واني مالي ومال؟ اني من ساعه اللي حصل لحسام بيه واني ماليش اي دعوه بالشغلانه دي، سبته. يعني ايه يا طه؟ يعني خلاص يا سعاده الباشا، اني دلوقتي بشتغل شغلانه تانية. عايز اقبض على دياب. طب يا باشا يعني اديني شويه وقت وانا هعس، واي حاجه هعرفها حاجه اقولها لك. هتجيب لي المعلومات امتى؟ قول يا رب يا سعاده الباشا. اي معلومه تعرفها تيجي تقول لي على طول يا طه. اوامرك يا باشا. ما تقوم يا دي يا وهدان تعمل لنا كوبايتين شاي. ماليش نفس. اعمل كوبايه واحده يا معفن. طاهر. ايوه يا سيد الناس. عاوزك تبلغ عمي اني كلمت الناس اللي بره وخلي يجهز نفسه العمليه الجديده، وتقول له يحول الفلوس على نفس الحساب اللي حول عليه قبل كده، لانه الشحن حتكون على وصوله ظرف ايام. الله اكبر، هو ده الكلام؟ خلينا بقى نرجع نشتغل زي زمان بدل قعدتنا اللي جايبنا الخساره دي. وعاوزك تتصل على الحكومه وتقول لهم على مكان وزمان العمليه، وتقول لهم انه دياب حيبقى في العمليه كمان، ولما يسالوك عن اسمك تقول لهم فعل خير وتقفل السكه جوا، مفهوم؟ والنعمه الشريفه اني ما فاهم حاجه. كيف؟ يبلغوا عنك وعن بضاعتنا وعن رجالتنا كيف؟ انا اقول لكم، عاوز الحكومه تكبس عليهم متلبسين، واللي بيفلت منيهم احنا هنخلصوا عليه، وكده نكون ضربنا عصفورين بحجر. اول هام نخلص من عمي وعياله ومحدش يزحمنا في الشغل، وتاني هام محدش حيطلب تاره منيني، وتالت هام لازم الحكومه تعرف انه دياب اتقتل في العمليه دي. فاهم حاجه يا مصطفى؟ ايوه طبعا. اتقتل وما اتقتلش، يعني نعملوا تمثيليه على الحكومه عشان نقفلوا صفحه دياب ونشتغلوا على نظافه. والله وجات لك على الطبطاب يا طاهر، وبكده تبقى رميت للنقيب محمد علام وولاده عظمه يعضعض فيه، ونفذت وعدك لدياب وثبت حسن نيتك في الناحيتين، ويخلالنا الجو واني ودياب، ومحدش يقاسمنا في لقمه عيشنا. شهاده الضابط محمد والقوة اللي معاه اكدت ان انت ميت، والتحليل اللي هو اسمه دي ان ايه ايوه هو ده ما عرفوش يعملوه، لان الجثث كلها اتفحمت وشكلهم كده، قريب قوي هيعملوا لك شهاده وفاه باذن الله. اهلا يا استاذ حسام الهلالي، اتفضل. شغل على الصور. امضي لي بقى انك استلمت حاجتك. حاضر، همضيلك. تفتكر هنا احسن ولا بره احسن على السور؟ كله محصل بعضه يا ابني، هنا سجن صغير
وبره سجن كبير، وده احنا عايشين. صح، بره سجن كبير. ماشي، يبقى خلينا نشوفك بقى. نشوفك في السجن الكبير بقى على الصور ان شاء الله. السلام يا حبيبي. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام يا دفعه. مش الشغل بس اللي رافضني يا ماما، الدنيا كلها رافضاني، كل الناس، زي ما اكون جربة. اول ما ادخل حته الناس تتفرق من حوالي، اصحابي، معارفي، مستغربوا ان الناس دي عارفاني ومعشراني، بس فجأة ولا كأنهم يعرفوني ولا يعشروني. تخيلي النهارده رحت لواحد حبيبي، او يعني المفروض انه كان حبيبي، قلت اقصده في شغلانه كده تمشي الحال يعني. تخيلي يرد علي يقول لي ايه اللي جابك؟ ويختم كلامه بايه؟ امسح نمرتي من على تليفونك وما تتكلمش هنا تاني ولا تعتب. والله ماما كنت باجي داخل عليه كان بيقوم يقف. معلش يا ابني، احنا بزمن العجايب، البلاوي ما بتجيش غير من اقرب القريبين لينا. الناس خلاص ما عادش عندها ثقه في حد. صالح يا ماما ان انا بقيت عالة على الدنيا، عالة على كل الناس، حتى عليك انت محمد وشام، مش هنضحك على بعض. صدقني ساعات ببص لنفسي في المرايه بحس اني عالة على نفسي. ما تقولش كده يا حسام بقى، ما توجعش قلبي اكتر ما هو موجوع يا ابني. دي الحقيقه يا امي، دي الحقيقه. ده انا مقهور قهره والله يا ماما، مقهور قهره، صبر على نفسي قوي. ودي الهلالي هم لبيت امه وراح يعيش في بيته في مساكن الضباط. جهز نفسك واستنى مني اشاره عشان لازم نزوره، وزياره قريبه كمان. امرك يا كبير. بالاذن. مدي شويه لك. اي شقه؟ هي دي يا ماما. متأكدة يا لولو؟ أيوه هي دي. في إيه يا مال؟ مالها الشقة دي؟ الشقة دي بتاعت حسام الهلالي صاحب معتز الله يرحمه، بقاله أكتر من 3 سنين مش عايش فيها. مفيش مشكلة، ما هو ممكن يكون بيأجرها. أعرف الإيجار. إحنا بقى هنفضل كل الشغل. حسام؟ إزيك يا مال؟ وزي ملك؟ ملك كانت كويسة لحد ما حد فتح لها الباب وخوفها. هي بسم الله ما شاء الله كبرت بقت عروسة. ازيك يا ملوك؟ ابعد عني يا وحش. حبيبتي انا مش وحش، انا انت خايفة مني ولا ايه؟ طبعا خايفة، دي طفلة وانت طالع لها بالمسدس وبترعبها، عايزة تعمل ايه يعني؟ ما تخافش. بس يا عمر، ده عمر اخويا. بسم الله. اهلا وسهلا يا استاذ عمر. انت وصلت امتى؟ من جيت الحق انا وصلت وما وصلتش. بص بقى ملوكه، مش عايزك تزعلي مني، انا اسف، انا كنت متغاظ عشان انتوا بتلعبوا كوره من غيري، كنت عايز العب معاكم فخرجت زعقت، والمسدس ده لعبه، هجيب لك واحد زيه طلع ميه، ايه رايك؟ خلاص صافي يا لبن. بوسه بقى بتشوق احلقة عشان خاطر عينيك يا احلقة. اتفقنا يا بنت الغالي؟ Thank you.
سنة وانت طيبة يا سلمى. كل سنة وانت طيبة يا حمد. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to سلمى. Happy birthday to you. أنا بدور عليك من زمان. فاكر دي؟ فاكرها؟ لو أقدر أذبحك 100 مرة هذبحك. سلم عليك يا طاهر. اهو قد الشغل ولا بلاش، وكل ما توزعت الفلوس في حسابات كتيره تاهت وما حدش هيقدر يتابعها. مش ناقص غير ان انت تلعب لنا القرد وتوصلنا على بضاعه نجيبها من بره نبيعها وناكل فيها لقمه عيش. يا ريت يا طاهر، بس كيف؟ ده احنا بحاجه لرجال. ده التهريب عاوز له ناسه، مش اي حد يعرف يدخل البضاعه، ده عالم تاني. خلاص ادي العيش لخبازه، هات مهربين بالأجرة يخلصوا لك المسألة دي. دول مش عاوزين أجرة، عاوزين نسبة ما تقلش عن 40% من كل عملية. يا دين النبي 40%؟ وغير كده أنا مضمونش يسرقوني يوصلوا البضاعة للمخازن ناقصة. لا بضاعة إيه دي اللي توصل ناقصة؟ وده كلام؟ طب يعني إحنا هنفضل قاعدين حاطين إيدينا على خدنا كده وإحنا معانا كل الفلوس دي وكمان معانا اتصالاتنا بالناس بره؟ كل ده مش مهم، المهم كيف ندخلوا البضاعة ونخزنوها ونوزعوها كمان. سيدي دياب، سيدي دياب، الضابط حسام الهلالي بيشتغل بلطجي في كباريه. انت بتتكلم جد يا وهدان؟ ايوه. يا سبحان الله، دي زي ما تكون تاهت ولقيناها. ايه دي يا طه؟ مش الضابط حسام ده كان شغال ضابط في المكافحة والحكومة رمته في الشارع لما احنا لبسناه قضية ورميناه في السجن؟ قول يا طاهر، انت هتقول لي قصه حياته، عاوز تقول ايه؟ عايز اقول ان مفيش غيره، مفيش غيره يا سيدي الناس، هو الوحيد اللي هيقدر يساعدنا ويدخل لنا البضاعه من بره. انت بتخرف، بتقول ايه يا طاهر؟ اهدي بس يا ست حكمت، اهدي كده وخلينا نتفاهم بالاصول. حسام ده كان واحد من رجاله الحكومه وعارف ألعبه وعارف كمان بيفكروا ازاي، يبقى هو اللي يساعدنا وهو بالنسبه لنا زي جوكر الكوتشيني، نقش بيه وبعد كده نحرقه. ونعرف منين انه هيقبل يشتغل معانا؟ مش ممكن يرفض؟ يرفض كيف؟ عليه سابقه والحكومه رمياه وبيشتغل بلطجي في كباريه، يرفض كيف؟ البلطجه هينه قدام اللي هيعملوا معانا. خلاص يبقى نقص نبضه يا سيد الناس. كلام موزون يا طاهر. موزون كيف يا دياب؟ انت هتقوم على عمره. اسكت يا حكمت، انا قلت حقتله يعني حقتله، بس خلينا نستفيدوا منه في الاول قبل ما نقتلوه. ما لقيتش غير ده اللي يشتغلوا معانا. مجبورين، مجبورين، ما فيش قدامنا حل غير كده. طاهر اهم حاجه نقطع عيشه من المكان اللي بيشتغل فيه عشان يقبل يشتغل معانا. اعتبره حصل يا سيد الناس. يا مرحب يا حسام باشي، يا مرحب. ده ايه النور ده؟ دي الشركه نورت بدخلتك عليها. والله الشركة منورة بأصحابها. أنا مش مصدق نفسي من الفرح. أنا الودي ودي أفرشك الأرض رملة. إيه يا واد شغل الفواعلية اللي أنت فيه ده يا واد؟ ما تنزل شكارة الأسمنت من على كتفك وأنت بتسلم عليه، عيب كده. نزل ياض رجلك. نزل رجلك عيب. حسام بيه مش محتاج للمحلسة دي، حسام بيه صاحب مطرح. اتفضل يا باشا.
اتفضل افرجك على مكتبك الجديد. اتفضل اتفضل معاني. اتفضل يا حسام بيه. اتفضل اتفضل. اتفضل يا حسام بيه. اتفضل. ايوه من هنا. ها ايه رايك بقى في مكتبك الجديد؟ لا لا أني عايزك تقعد هنا، عايزك تجرب المكتب الجديد. ده أني دافع فيه دم قلبي، بس والله مش خسارة فيك. ده إحنا بينا عيش وملح، وأني لحم اكتفي من خيرك. وجبنا لك كمان سكرتيرة خصوص. تكنيلة عليك وعلى اندفاعك، دايما كده مندفع وحريق لكل مفاجآتي. تشرب إيه يا حسام بيه؟ لا ولا حاجة طبعا متشكر. لا إزاي؟ إياكش يا رب بعد ما كمل أخويا دي. أنت شارب حاجة؟ خلاص 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 خلاص. شاي هات لي شاي. هات شاي بسرعة بسرعة. أني عايزك بقى تورينا الهمة، تورينا الشغل، وأني زي ما اتفقت معاك أول كل شهر هديك في إيدك 5000 جنيه، ولو حبيت تشتري عربية بالقسط أو أي حاجة أني رقبتي سدادة. الخير كتير والحمد لله. ده أنا ممكن كمان أفتح لك حساب في البنك وأحط لك فيه المرتب بتاعك، والقسط يبقى يتخصم منه. ها إيه قولك؟ إيمان. إيه ده حسام؟ دي عربية جديدة؟ ايه رايك؟ مبروك. الله يبارك فيكي، جبتها بالقسط عشان اترحم بقى من زحمه المواصلات. ايه رايك يا ملوك؟ يعني يعني الله. وانت ركبتيها عشان تقولي يعني؟ امال لما تسوقي هتقولي ايه؟ انا لسه صغيره وانت عارف كده. انا عارف يا ستي، بس انت مش هتسوقيها لوحدي، انا هسوقها معاكي. ايه رايك؟ اتفقنا. ايه اتفقنا؟ بالمناسبه دي هعمل لكم بكره يوم رياضي. يعني ايه يوم رياضي؟ يوم رياضي يعني اقصد نحتفل بالعربيه الجديده، نخرج نتفسح مشى شويه يعني عشان خاطر ملوك. ولا ايه يا ملوك؟ هنيجي طبعا. اهو شفت بقى ماشي. هتيجي لو مالك وافقت؟ يعني انا موافقه. اي مالك موافقه؟ طب خلاص انا موافقه. يعني احتمال ماما تبقى موجوده، شهنده، حصان الصغير، يعني لو نتبسط شويه. يا ريت. طيب اشوفك الصبح ان شاء الله. باذن الله. صباح الخير. مبروك. الله يبارك فيك. مع السلامه. الله ينور عليك يا باشي. هو ده الشغل ولا بلاش؟ انت مش عارف فرحتي من ساعة ما عرفت ان الشحنة دي وصلت بالسلامة. انا ما جاليش نوم. ايه السلام؟ وشمعنى يعني الشحنة دي؟ ما انا ياما خلصت لكم شحنات. ايه المشكلة في دي؟ يعني فيها ايه دي غريبة يعني؟ لا يا باشي، اصل الشحنة دي زبدة الزبد. زبدة الزبد؟ مش فاهم. افهمك؟ أو أنت لازم تفهم، لأن أنت خلاص يعني بقيت واحد من هنا، ما بقيتش غريب. الشحنة اللي أنت دخلتها بشطارتك دي فياجرا صيني متهربة في لعب أطفال. يا نهار أبوك أسود، بقى هي دي البضاعة اللي بتستوردوها من الصين؟ الله ينور عليك، هو ده أصل الشغلانة، والباقي كله تمويه. ده أنا حوديكوا في 60 داهية. أنتوا إزاي تخلوني أشترك في جريمة زي دي؟ جريمة إيه؟ جريمة إيه لا سمح الله؟ هو إحنا قتلنا قتيل؟ دي تجارة. ده تهريب، تهريب؟ أنت ناقص يا طاهر أنا كنت إيه؟ كنت يا باشا، كنت. إنما أنت دلوقتي حاجة تانية. رميت حمل الميري من على كتافك وبقيت حر نفسك. وبعدين اللي احنا بنعمله ده خير. فيه ناس غلابه يا حسام بيه ما بيقدروش يرفعوا راسهم قدام مراتاتهم ورقبتهم قد السمسمة. اسألني احنا بقى بنستورد الفياجرا دي عشان الغلابة دول يرفعوا راسهم قدام مراتاتهم وبيوتهم ما تتخربش. انت اكيد اتجننت في دماغك. ما تكبرش الموضوع يا حسام بيه، ما تكبرش الموضوع واحسبها بالعقل. عقل؟
انت خليت فيها عقل؟ انتوا عايزين نخالف مبادئ ازاي؟ مبادئ ايه؟ مبادئ ايه يا حسام بيه؟ المبادئ دي خلاص ما عادتش بتاكل عيش. بيعه بيعه واستفيد بفلوسه بدل ما تصدي جواك وتضطر تبيعها ببلاش بعد كده. انت الظاهر نسيت نفسك يا طاهر مصطفى. انا عمري ما نسيت نفسي، بس الظاهر ان انت اللي نسيت. نسيت انك رد سكون وما بقتش الباشا بتاع زمان. طاهر مصطفى، اني بوعيك يا باشا، اني بوعيك وبعرفك مصلحتك اللي انت مش عارفها. تقدر تقول لي خدت ايه من شغلك مع الحكومه غير المرمطه وقله القيمه واخره المتمه؟ استغنوا عنك ورموك في السجن. عارف ليه يا باشا؟ عشان هما موظفين ما بيحبوش بعض، ما بيخافوش على بعض، انما احنا في شغلانتنا دي قلبنا على قلب بعض لان المصلحه واحده. حق مش عليك، انا اللي استاهل ضرب الجزمه اني قابلت اشتغل مع واحد وقتي زيك. ماشي اني واطي، بس يكون في علمك انت مفيش حد هيوظفك ولا هيديلك المرتب اللي انا بديهولك، وخصوصا لما اعرفوا ان انت سوابق. بره الباب ده مستنيك الفقر وقلة القيمة، ودول ما بيرحموش حد. اسمع كلامي، اسمع كلامي، وانا خليك تلعب بالفلوس لعب، واخلي الكبير والصغير يعمل لك الف حساب. احسبها يا باشا، بس يا ريت تحسبها صح. حسبتها يا طاهر مصطفى، واموت من الجوع اشرف لي نبيع كرامتي الواحد واطي ووسخ زيك. اديني جيت. ايه يا بقى المفاجأة اللي انت جايبني عشان الحتة المقطوعة دي يا طاهر؟ فيه موضوع مهم ولازم نتكلم فيه يا حسام. يا حسام ماشي، ايه بقى الموضوع المهم؟ كنت عارف انك عايش، كنت عارف ان انا ما ادخلش عليك، وكنت مستني اليوم اللي اشوفك فيه عشان اقتلك يا دياب، وكنت عارف اننا هنتقابله. هقتلك يا دياب. يا سنة سوخي، يا سنة سوخي، ما يصحش كده. استهدى بالله، استهدى بالله، استهدى بالله. ايه ايه يا حسام بيه؟ مش كده، احنا النهاردة حياتنا كلنا متعلقة ببعض، عشان كده لازم نهدى. نهدى ونتفاهم. نتفاهم على ايه؟ وبعدين انت ايه اللي دخلك وسطينا يا زبالة يا واطي؟ انتوا الاتنين، انتوا الاتنين اللي دخلتوني، وانتوا الاتنين استغلتوني. كل واحد فيكم افتكر انه اشتراني، لكن اني خدمتكم وبحبكم انتوا الاثنين. انت ما بتحبش غير نفسك، عشان كده بعتني واشتغلت مع دياب. واشتغل معاك ما تنساش، وباع ابويا واخويا كمان. شهد عليا زور. كلنا غلطنا، كلنا غلطنا، ومفيش حد ما بيغلطش،
وكلنا عدينا الخط، ودلوقتي لازم نتفق. نتفق؟ ايوه نتفقوا. هات من الاخر يا دياب، عايز ايه؟ دياب دلوقتي حد تاني غير اللي كنت تعرف. دياب اللي انت كنت تعرفه مات، الله يرحمه ويحسن اليه، لكن دياب ده واحد تاني اسمه ديابو محمود من جنوب افريقيا. زي ما بقيت انت حد تاني. اسمع يا حسام، مفيش حاجه تقعد على حالها، واحنا كده ولا كده محتاجين البعض. يعني ايه؟ يعني ننسى اللي فات ونفتحوا صفحه جديده. واني حمدي يدي ليك. ننسى اللي فات؟ ده انت بجح بجاح يا اخي. احسن لك تنسى زي ما انا حنسى. اسمع كلامه يا حسام، دياب عايز مصلحتك. انت تخرس خالص؟ لا مش هخرس، اني مش هخرس، ويكون في علمك مش اني اللي شهدت عليك زور وقبضت الثمن. اللي شهد عليك زور زميلك الضابط حامد، وقبض من دياب. اشتريت حامد كمان؟ طب والله العظيم عجبتني وملعوبه يا دياب، ملعوبه. صدقني يا حسام بيه، احنا محتاجين لك، وانت كمان محتاج لنا، وكله بتمنه. مليون جنيه عربون شراكتنا، بدل ما نتقاتلوا ونتعاركوا خلينا نستفيدوا. عايزني بعد ما كنت بكافح التهريب اشتغل فيه؟ ما انت هربت قبل كده. هربت عشان الغلابه ولا نسيت الفياجرا؟ واللي بيمرق الصغير ايه بيمرق الكبيره كمان. احنا عايزين نشتروا دماغك السم دي باعلى تمن. ووعاك تفكر انك بجده هتتنازل. لا 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 لا، ده انت شريك وراسك براسنا كمان. انت مش هتتنازل، انت هتبقى قوي وهتذل كل اللي زلوك واللي باعوك. اسمع كلامي وهتعيش ملك. ولو ما سمعتوش ابقى خلي اخوك الصغير يديك المصروف. محمد بيه. يا اما تصرف عليه انت 20% من كل عملية. ما تقبلش أقل من 25%، دول بيكسبوا ياما. وأنت أوسخ حاجة عدت عليا، حد قال لك كده قبل كده؟ محدش قال لي، بس أنا عارف. فكر يا حسام، فكر. اوعاك تغلط، الغلطة دلوقتي بتضغي فش.
لعله عريان دولار والبوب رجتي اجدع ناس. اهلا وسهلا وهدان دراع اليمين وكامل وطاهر انت تعرف. نتكلموا في الشغل. اسمع يا حسام بيك. عيب ده انت معلم كبير وابن معلم كبير. كلام في الشغل يبقى لوحدنا. الله يرحمه. صح. طب يا اخوانا يعني اديكوا سمعتوا بنفسكوا لو ما فيهاش احراج يعني مع يعني معلش كامل مش هوصيك ها؟ شياد جهاوي وهات لهم غدا ها؟ يلا يلا يا كامل. احنا متاسفين يا رجاله. اتفضل. نتفضل نعمل ايه؟ نتكلم في الشغل. ما انا قلت لما نبقى لوحدنا. ايوه ما احنا ما جينا لوحدنا. اطلع بره يا طاهر. اطلع بره ازاي؟ ده انتوا اصلا ضيوفي وبعدين اني طاهر. خلي حسام بيه على راحته. طلعت طاهر ليه؟ خاين خني وخانكوا قبل كده يعني ممكن يبان احنا الاتنين على بعض شارون بالعربي كده ملوش امان وروحنا في ايده ما نقدرش نستغنى عنه لانه يعرف حاجات كتير قوي عننا. وهنعمله معاه ايه؟ هنعمله زي الكلب السعران من وقت للتاني بنرمي له حته لحمه فيفضل تحت ايدينا. براوة عليك براوة عليك يا حسام بيه. احنا اتفقنا على نسبتي 25% بس ما اتفقناش على طريقه الشغل. كيف يعني؟ يعني كل واحد في ملعبه محدش يتدخل في اختصاص التاني. انا ما احبش حد يفتي في شغلي. قصدك ايه؟ قصدي ان انت اختصاصك التعامل مع الموردين اللي بره والاتفاق على البضاعه وانا شغلي دخول الحاجه جوه البلد والتخزين والتشوين واقول امتى الحاجه تدخل وامتى الحاجه ما تدخلش وامتى تسمع كلامي. اتفقنا. في حاجه تانية؟ لما يكون في حاجه تانية هقول لك. على بركة الله اتفقنا. بص يا سيدي البضاعة اتخزنت. الله ينور يا رجالة. الله ينور. صدق اللي قال ادي العيش الخباز. على كده احنا ممكن نكرروها وندخله بضاعة يامي. لا يا خفيف الحيلة اللي بنعملها مرة ما بنكررهاش تاني ودي تعليمات حسام باشا. ليه؟ ده لزوم التأمين يا دغف. يعني ايه؟ ابو الليف حبيبي مالكش فيه دخول البضاعة مصر من اختصاص حسام باشا. ليه يعني؟ خلاص خلاص يا وهدان التدخيل ده شغلة حسام ورجالته وهم ضربيه. طب دياب بيه تأمرنا بحاجة تانية؟ طب حسام بيه كان قال لنا إن احنا ناخد من حضرتك ال فلوس. الفلوس أيوه. لا في يا وهدان. أمرني يا سيد. اتفضل. شكرا. وصلوها لحسام باشا وأنا هكلمه. فينا رجالة ولعله خير إن شاء الله. مبار ابو الليف. وهدان امرني يا سيد. قفل المخزن. يلا يا رجاله.
وهدان. تمام يا سيدي. يلا رجال. وهدان مع وش حد تغمض له عين خالص لحد ما يجوا اصحاب البضاعه ويستلموها، فاهم ولا لا؟ فاهم يا سيدي. وهدان فاهم. دلال لوحدي. لعله خير ان شاء الله. كده الواحد ابتدى يصحصح. الاكسلنس. او مون ديو، معقوله تجاره السلاح بتطلع الفلوس دي كلها؟ اما انا كنت اهبل وانا شغال في النصب كل ده. فنان ليه في الفلوس الشمال ولا؟ واضح كده ان انا كنت غلطان يا جنرال. حقك عليا، انا اسف. اسفك مقبول المره دي. الفلوس اللي صوابعك وعماله تعد فيها دي وبتريلوا عليها ولا حاجه. ال 5000 جنيه. كل واحد فيكم لسه ليه في ذمتي 45,000 جنيه يا فوره. الله. وحقنا وتعبنا وشقنا دول فين؟ لا انا عايز افهم لها كده. افهمك يا برمجي. ما انا لو اديت كل واحد فيكم 50,000 جنيه في ايده هيودونا في داهيه. اللي هيضرب بيهم واللي هيروح يبعترهم على النسوان واللي هينقط بيهم في كباريه واللي هيحطهم قدامه ويقلدهم مرتين ثلاثه، وساعتها هيبان علينا مظاهر الصراع الفاحش وهنشرف كلنا في نفس العنبر في كلبش واحد. لو النبي الكلبوش تاني. لا والنبي عندك حق يا جمدان. تصدق ان بتوع من اين لك هذا؟ مش سايبين حد في حاله. امال ناوي تعمل بيهم ايه يا جنرال؟ سؤال وجيه. الفلوس دي وهحط عليهم قدهم هنفتح بيهم شركه. الشركه دي تبقى وطن استخبى جواه ونشتغل من خلاله. يا عيني عليك يا فوكس يا جامد قوي. وهو كده الفلوس تولد فلوس وتبقى الحياة في البونبون. بس يا عمهم الشركة دي هتشتغل في ايه؟ أسهل حاجة استيراد وتصدير، كلنا شركاء فيها بنفس النسبة. مساء الخير. ازيك يا أمان؟ خير يا حسام، عايز ايه؟ كان في موضوع كنا اتكلمنا. انسى خالص الموضوع اللي احنا اتكلمنا فيه، أنا آسفة لو تعديت حدودي. أسفك مقبول بس أنا ما خلصتش كلامي. خير، عايز ايه؟ تتجوزيني؟ تتجوزيني نواز؟ بكرهك. أنا دلوقتي بس عرفت ليه الرجالة هما اللي بيتقدموا للستات. مش كل الناس محظوظين مثلك. وانت شايفه بقى ان انا حظي حلو؟ اذا الباص الكبير حابب يشوفك فحظك حلو كتير، والبواب كلها رح تنفتح لك. الباص الكبير شخصيا عايز يشوفني ليه؟ شكله حابب يعمل بزنس معك. معانا؟ طب ما الاولى ما تاخذنيش طبعا يا ديدي، يعني يشتغل مع الراجل بتاعه دياب. لا دياب خلاص شبع. بعدين طمع كتير وعمي ونسي حاله. نحن هلا عم نفتش على بديل عنه. عم نفتش على بديل. وانا بقى البديل؟ اذا نجحت بالامتحان. ده لسه في امتحان واعمال سنه و الامتحان هو انه لازم البيج بوس يعطي ابروفل عندك. واللقاء ده هيبقى فين ان شاء الله؟ انا رح دبر لك موعد سريع كتير، بتطلع بتسافر وبتتقابل. وصدقني هذه السفره رح تغير لك حياتك كلها. رح تصير حسام الهلال الجديد، ومن بعد ما كنت عم تتقاسم الرزق مع غيرك رح تكون الملك، ملك السلاح بمصر. حسام الهلال الجديد. واضح انه فاهم شغلته منيح ومتمكن من حاله. انت متاكده من اللي عم تقوليه؟ بعتقد انه هو افضل شخص ممكن ياخذ محل دياب بمصر. رتبي لي موعد معه عندي بكرواتيا. اوكي. كونجراتشوليشنز، مبروك.
يعني خرجت من الفانوس وظهرت في عز النهار وخاطرت بنفسك ايه؟ مش خايف؟ الضرورة ليها احكام، قصدي الخيانة ليها احكام. يا ساتر يا رب. خيانة؟ خيانة مين لمين بالظبط؟ اسمع، ما تلوعش معايا، انا عرفت كل حاجة. وحش؟ وحش يا دياب، قصدي يا مستر ديابو. بالرغم من الكره اللي في قلوبنا البعض كده لله في لله، الا اني لسه عند وعدي، لاني ما تعودتش اخلف اتفاقاتي حتى مع الناس اللي ما بقبلهمش يا اخي. والدليل على كده ان سرك لسه في بير، والا كنت سلمتك للحكومه. وشغلك مع البير والبضاعه اللي بتدخلها لحسابه دي بتسميها ايه؟ ما بتسميهاش خيانه؟ بيزنس. بيزنس يا دياب، بيزنس از بيزنس. زي ما انت كنت بتقصدني في سلاح بدخلهولك وباخد نسبه، هو كمان بيقصدني فبدخله له وباخد نسبتي فيها. ايه دي؟ انت بتشتغل لحسابه ولا لحسابي؟ ايه ده اللي طقلك عرق؟ انا لا بشتغل لا لحسابك ولا لحسابه، انا بشتغل لحساب نفسي وانت عارف كده كويس. انت بجديه بتقسم السوق بيناتنا وهتعصي المواردين علينا. والله كل شيخ ولي طريقه، وانت واضح ان انت قدمت لمؤاخذه، طريقتك بقت قرد فشل، ما بقتش تيجي على هوا الموردين والناس اللي بتشتغل، خلاص خسرت زباينك، نصيحتي ليك بقى تقعد مع رجالتك كده وتراجعهم وتشوف اخطائك فين وتصلحها. انت اللي هتقول لي انا هعمل ايه؟ انا ما بقولكش، انا بنصحك، انا بنصحك نصيحه لوجه الله، عايزني ادخلك سلاح؟ ادخلك سلاح طالما هاخد نسبتي تلت ومتلت. انما بقى تحتكرني وشغل النصب ده ما ياكلش معايا. بعد ما مدت لك يدي وكبرت، بتعض اليد اللي اتمدت لك؟ واللي خلق الخلق، واللي خلق الخلق هجلب عليك شياطين الانس والجني ودي الهلالي. طب اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، تتحرق شياطين الانس عالجن، ولو كترت في الكلام هحرقك فوق البيع. انت بتهددني؟ حاشا لله، انا لتاني مره بنصحك، ويا ريت تحط الكلمتين دول حالها في ودنك وما تتهورش، عشان شغلتنا دي اللي بيتهور فيها بيتعور، وانت مش حمل تعويره، وانا صبري ابتدى ينفد. ابتدى ايه؟ ينفد. وهقلب عليك القديم قبل الجديد. انا اللي هقلب عليك القديم والجديد. اسمع يا ود الهلالي، الواضح انه طريقها بقى مختلف من النهارده، خد بالك وانت ماشي. خير ان شاء الله، محدش ضامن عمره. الاعمار بيد الله يا ولد البطاش. وبعدها لك تاني، لو قربت مني احرقك. حلو عجبتك؟ وديني وما عبد احرقك يا دياب. يلا شباب. مش عاوز ود الهلال يطلع مني يا حي، فاهمين ولا لا؟ ايوه سلام.
تنساش تظبط وش العريس، عاوزه يروح للعروسة متظبط. ألو، الضابط محمد الهلالي؟ أيوه، مين معي؟ مش مهم تعرف مين معاك، المهم عاوزك تعرف اللي مغلبكم وبيدخل شحنات سلاح للبلد هو أخوك حسام الهلالي. أنت كذاب، أنت مين يالا؟ كذاب! لو عاوز تتأكد، أخوك عنده عملية جديدة يوم الجمعة على حدود السلوم. وما تنساش يا حضرة الضابط، ما تنساش تسأل نفسك سؤال، هو أخوك حسام ده جاب الفلوس دي كلها من فين؟ أنت مين يالا؟ ألو؟ ألو؟ كذاب، يعني كذاب. نورت بيت اخوك. اتفضل يا محمد بيه. العز ده يا حسين؟ عز من فضل ربنا يا محمد مين. فاكر يا حسين واحنا صغيرين؟ كنت دايما بتقول لي اوعى تغلط يا محمد، لان اللي غلط لازم هيتحاسب. صح يا محمد، اللي غلط لازم يتحاسب. انا هقبض عليك يا حسين، لان اللي غلط لازم يتحاسب. مش انت اللي علمتني كده؟ تقبض عليا؟ طب تعالى نقعد نتكلم الاول وبعدين ابدا اقبض عليك. انا مش شرفنيش اقعد في بيت زي ده جاي فلوسه من دم ناس. حافظ على كلامك ولاحظ انك بتكلم اخوك الكبير. انا مدرك انا بقول ايه كويس. انا عارف ان انت تاجر سلاح يا حسين. تاني يا محمد؟ تاني تاجر سلاح؟ حرام عليك يا اخي، حرام عليك، انت بجد ظالمني. ما عشان في يوم وليله يا حسين تبقى عايش العيشه اللي انت عايشها دي، حاجه من التلاته، يا بتتاجر في السلاح، يا بتتاجر في المخدرات، يا اما ورثت. وانا متقاليش ان في حد في العيله مات قريب. انا مش فاهمك، انا مش فاهمك يا محمد. انت كمان مستخسر فيا العيشه دي بعد القرف اللي انا شفته والظلم اللي انا اتظلمته مستخسرها فيا؟ انت قلبك اسود قوي يا اخي، وانا معرفش ان قلبك كده، معرفش. وانا معرفش ان انت كمان قلبك كده، بس من ساعه ما قبلت تتجوز الست اللي انت قتلت جوزها وانا انت اتجننت ولا ايه؟ افرس سمعتك. انت ايه؟ اتخرجت في مخك؟ ست مين اللي انت بتتكلم عنها دي يا محمد؟ مفيش حاجة يا إيمان، أنا محمد شاكر. مين الست اللي بتتكلم عنها دي يا محمد؟ أنت بتتكلم عني أنا؟ أيوة أنت يا إيمان، معتزة ما ماتش بسبب المأمورية. مات إزاي يا محمد؟ حسام زقه من على الجبل ووقع غصب عني. والله العظيم ثلاثة غصب عني. احنا كنا واقفين لما كان منصور ليه حرام عليك؟ ليه؟ نعم. اتجننتي؟ بالعكس، انا عقلت، عناية فتحت. والعينيه فتحت يا موت ابنه ايمن.
وانت عايزني اخلف منك انت؟ بص يا من، انا واقف قدامك اهو، عايزه تنتقمي مني انتقمي، عايزه تذبحيني تولعي فيا اعملي اللي انت عايزاه، لكن ابني لا، ابني لا يا ايمان. مستعد بعد ما تولدي اخده ونختفي من وشك خالص، لا هتشوفيني ولا هتشوفيه. مش هتموت ابني يا ايمان. زي ما حرمت بنتي من ابوها احرمك من ابنك. انت مخك فيه ايه؟ قلت لك ما كانش قصدي، ما كانش قصدي، ما كانش في دماغي غير منصور 14، وبعدين ما هو مش ابني الواحد، يا ابني اسمه ابني. بقيت اكرهه زي ما بكرهك. حسبي الله ونعم الوكيل فيه. بص يا مان، حقوقك وحقوق ابني هتوصلك وعليهم ورقة طلاقك، بس لو اذيت ابني هضايقك، هضايقك. فكري، ابني لا، لو انت مش عايزاه انا محتاج له. ايوه دياب، دياب اللي انت فهمتني انك قتلته وطلعت كذاب يا محمد بيه. لا دي لعبه، شكلكوا كده كلكوا عاملينها عليا. هتقول لي لعبه؟ لعبه ايه؟ انا افهم، افهم افهم ايه؟ مش انت اللي قلت لي على طاهر، وطاهر ده اللي قال لي على دياب؟ وصلت بيك الوساخه يا حسام انك تورط اخوك عشان تهرب مجرم؟ مش وقته، مش وقته الكلام ده. بيقول لك ايمان وشاهين ده في خطر، دياب خاطفه. انت تخلص انت كل المصايب دي بسببك. انا هحبسك يا طاهر. ده لو عرفت تمسك عليا حاجه. كل الكلام ده مش وقته يا محمد بيه. شاهين ده في خطر يا اخي، تبقى حبكت اختك. الو دياب، انتوا في بينكم كلمات؟ اختك ومرتك حدان وولدك كمان. ابني، ابني ازاي؟ مالك اتخلعت كده ليه؟ مش مراتك كانت حمله وهي ولدت على يدي والحمد لله. اسمع 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 صوت ولدك، اسمع اسمع. ايوه ايوه، سمع حسك لابوك يا زي الجوار. انا هخليك تسمع صوت اختك، اصلي مرتك تعبانه تعبانه. استنى شوي، استنى 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 استنى. افتحوا الباب، خلوا عندك رحمة. حرام عليك، حرام. فين الولد؟ هموتها دلوقتي. فين يا حسين؟ اهدى شارب، اهدى خالص. طمنيني يا امام بخير. الحقني يا حسين، ابقى فول بيه. ناتا، الو اختك في حاله. شهند، شهند اختك في حاله عصبيه جدا. يا حسين يا ابني، توفى. قطعت قلبي. اسمع يا ولد الهلال، زي ما قتلت ابويا واخويا وقتلت جابر وهو بيرفرف، فاكر ولا لا؟ حقتل ولدك، حقتل ولدك. اسمع يا ولد الهلالي، اسمع اسمع اسمع. ابني لا يا دياب، ابني لا، وهعمل لك اللي انت عايزه. اسمع يا ولد الهلالي، زي ما قتلت ابويا واخويا وقتلت جابر وهو بيرفرف، فاكر ولا لا؟ حقتل ولدك، حقتل ولدك. اسمع يا ولد الهلالي، اسمع اسمع اسمع. ابني لا يا دياب، ابني لا، واعمل لك اللي انت عايزه. Oh, my God.
هذبحك هذبحك يا دياب يا بطوش. ابو محمد افتح الطريق. الكلب اللي قتله زي ما قتل ابني. شفت يا ايمان؟ شفت يا ايمان انك ظلماني؟ شفت انك كان لازم تصدقيني؟ عرفت ان انا على حق؟ زي ما عرفت انك تاجر سلاح. انت غبي. انت مدي نفسك في داهية. واخدنا كلنا معاك. رجعني بيتي. اديني بيتي اديني بيتي. ارتاحي دلوقتي يا ايمان، لما تصحى بيروح الشغل. ضميري بيأنبني يا فندم، لاني ظلمت، عشان كده أنا جاي أكفر عن ذنبي وأعترف، حتى لو اعترافي ده هيعرضني للعقوبة يا فندم. يا ريتك توضح أكتر. بصراحة يا فندم أنا ظلمت زميلي المقدم حسام الهلالي لما شهدت عليه وقلت إني شفته وهو بيستلم شنطة فلوس من تجار السلاح. أنت واعي لكلامك ده؟ أيوة يا فندم. الحقد عماني وخلاني عايز أنتقم منه. ده معناه ان انت شهدت شهادة زور. اعملوا فيا اللي انتوا عايزينه يا فندم، المهم رايح ضميري واكفر عن ذنبي قدام ربنا. الف مبروك يا حسام. سعادتك عرفت امتى؟ لسه الخبر جاي لي حالا ان حامد غير شهادته، وكنت هكلمك عشان اهنيك واقول لك ان احنا معاك وفي ظهرك. دلوقتي بقيتوا معايا وفي ظهري يا فندم؟ طب سؤال معلش، يعني كنتوا فين لما حصل لي اللي حصل لي؟ يا فندم انتوا خليتوا بيا، خليتوا بيا وضيعتوني، ومحدش فيكم واقف جنبي عشان اثبت براءتي. نساعدك ازاي يا حسام واحنا جهه تنفيذيه مش جهه تحقيق؟ وبعدين كان في شهود ضدك في القضيه. ايوه كان في شهود ضدك، والقانون لازم ياخد مجراه. حتى لو القانون ده مش هيحقق العدل، حتى لو هيظلم واحد بريء زي يا فندم ويترمي في السجن 3 سنين، 3 سنين يا رفعت بيه. القانون بيحكم بالأدلة والشهود، وأنت كان موقفك ضعيف في القضية، لكن بعد حامد ما غير شهادته بقى في أمل، أمل كبير إنك ترفع قضية رد اعتبار وتسترد كرامتك ونرجعك شغلك وتاخد المكانة اللي تستحقها. ياه سعادتك لسه فاكر يا باشا؟ متأخر
الكلام ده فات اوانه. انا جيت لسعادتك بس عشان اثبت لك ان انا كنت صح وانتوا كنتوا غلط. بس هنعمل ايه؟ للاسف احنا في زمن عشان تثبت فيه الصح لازم رجلك تيجي في الغلط. تقصد ايه؟ حامد يا فندم. حامد اللي حضرتك بتقول ان ضميره صحي فجاه وخلاه يغير شهادته. ما صحيش من نفسه يا باشا. ولا كان ظابط منبه عشان ضميره يصحى. امال ايه؟ انا يا فندم دورت وراه ومسكت عليه حاجات توديه في 60,000 داهيه وخيرته. يا اما يروح يغير شهادته ويقول انه شاهد في حقي زور يخش السجن، يا اما فضحته تبقى بجلاجل ويتخرب بيته قدام مراته واولاده وبرضه هيخش السجن، بس مش عشان الشهاده الزور، عشان الرشوه. رشوه؟ ايوه رشوه سعادتك. المرتشي الحقيقي يا فندم هو حامد مش انا. لكن هنعمل ايه؟ للاسف اليومين دول بتوع الحراميه الشطار اللي يعرفوا يعملوا اللي هم عايزينه ويأمنوا نفسهم ويستفوا ورقهم وما يسيبوش وراهم اثر والقانون ما ياخدش معاهم لا حق ولا باطل. انما اللي زي حالات يا فندم اللي عايشين بقلبهم سهل قوي تفصل لهم البدله على مقاسهم بالسنتي ويروحوا في شربة ميه. كنت فاكرك هتفرح بالخبر ده وشغلك وحشك وهترجع وتطلع طاقتك. الطاقة هتطلع هتطلع يا فندم، ما تقلقش عليها. لو ما طلعتش في الخير تطلع في الشر. ولو ما طلعتش في اليمين هتطلع شمال. أنا عارف إن أنت مريت بظروف صعبة، لكن ده ما يخليكش تفقد ثقتك في نفسك وإيمانك بربنا. ربنا. ربنا يسامحنا ويغفر لنا جميعا يا فندم. عارف يا رفعت بيه؟ بني ادم مننا لما بيغلط يبقى شايف الغلط في اوله كبير وبيكبس على نفسه بالليل ما بيعرفش ينام، لكن مع مرور الوقت بيتعود بيبقى الغلط حته منه وما بيعرفش ينام غير لما ياخده في حضنه. ربنا يسامحنا يا فندم ويسامحكم. السلام عليكم يا باشا. سمي بالله يا باشا واستلم من النوس عين امه اهو. الله ينور. الله ينور يا رجاله. كده يا باشا احنا عملنا اللي علينا، مش فاضل غير انك تساوم دياب على النوس عين امه ده عشان يعرف ان الله حق كده ويتقي ربنا، وبالمره يلم تعبينه عننا. عارف يا جيران لو كنت معانا شفت منظر امه واحنا بناخد منها بنعمة العافيه؟ كان قلبك هيتوجع قوي. ياكش تولع هي وجوزها. مش كفايه حرقوا قلب الباشا على ابنه؟ يا اخي حرام عليك، حرام عليك، ده عيل صغير. ليه يشيل ذنب اهله؟ حرام. حرمت عليك عيشتك. العين بالعين والسن بالسن والبادي اظلم. ولعله خير ان شاء الله يا باشا. طب عايز اقعد لوحدي. انت طرش، عايز اقعد لوحدي. تعبان صغير. تعبان صغير من نسل تعبان كبير. اي نعم مالكش ذنب في اللي ابوك وامك عملوه، بس زي ما قال لعله العين بالعين والسن بالسن والبادي اظلم. هقتلك، مضطر اقتلك عشان اقضي على نسل البطاطشه. اي نعم بيقولوا التعابين الصغيره ما بتاذيش، بس مين عارف بكره تكبر وتبقى تعبان كبير زي ابوك، ولساعتك تبقى والقبر مضطر اقتلك زي ما قتل ابني، ومن قبلها اقتل اسامه اللي في بطنها. يا اهلا وسهلا مستر الالبين، منور. اتفضل اتفضل يا انسه ديدي، بيتكم ومطرحكم.
بصراحة يا حسام بدي هنيك على ذوقك الحلو، كتير حلو الفيلا. هو الحقيقة مش ذوقي، ذوق الحكومة المدام يعني. بيظهر الحكومة عندكم ذوقها جميل قوي. مش اختارتني، يبقى ذوقها جميل يا مستر أندريو. بهيدي معك حق. طيب وين المدام لنشكرها؟ مامتها تعبانة شوية، قالت تقعد معايا. معلش هي بتعتذر وأنا بعتذر بالنيابة عنها. منورين ومشرفين. ماشي. أريان. مع مستر ألبير ها؟ عايزك تدلعهم آخر دلع، ما يغبوش على عينيك. اتفضل يا فندم، شرفنا النهارده. اتفضل اتفضل. واه تشهد على روحك يا ولد الهلالي. محمد اقتلك ولا اقتل اخوك في الاول؟ مالكش دعوه باخويا دياب، انا قدامك لو عاوز تموتني موتني. هقتله زي ما قتلت اخويا جابر في الاول. فاكر؟ فاكر يا ولد الهلالي؟ فاكر 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 يا دياب فاكر، وانا قدامك اهو. عايز تعمله اعمله فيا انا، ماليش دعوه باخويا. جهد على روحك يا ولد الهلالي، جهد على روحك. عايز تموتني؟ انا قدامك اهو موتني. هقتلك يا ولد الهلالي، هقتلك لو كان اخر يوم في عمري. هقتلك هقتلك يا ولد. رح احكي المحامي تبعي، انتوا غلطانين. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. انت ايه اللي جابك؟ مش كفاية اللي جرالنا بسببك؟ انت ايه اللي جابك هنا؟ سيبيه يا ماما. انت ايه اللي بينك وبين اللي ورفعت يا حسين؟ اللي ورفعت هو القشة اللي قطمت ظهري بعد ألم أمك اللي فوقني. مستغربة؟ ألمك فوقني يا ماما. يومها مشيت من عندك وأنا هتجنن. مش مصدق انك مديت ايدك عليا، صعبان عليا منك قوي، ماشي الدنيا بتلف بيا. جالي تليفون قالوا لي ان حامد اتقبض عليه واعترف انه شهد عليا زور. ابنك بريء يا ماما، ابنك بريء. متستغربيش، كرامتي رجعت لي تاني يا ماما. اتصلوا بيا من الداخلية عن طريق سيادة اللواء رفعت وطلبوا مني ان ارجع الخدمة. مش هضحك عليك يا محمد، رفضت، ما بقتش هنفع وقمت عشان امشي. حسام انا عارف ان معدنك اصيل، عشان كده عايز اساعدك. واذا كنت غلطت وعديت الخطوط الحمراء ممكن تتراجع وتصلح الغلط ده. يا ريت كان ينفع يا فندم. أنا خلاص خسرت نفسي، حياتي، خسرت سلمى واللي في بطنها، وياريت على كده وبس. حتى إيمان خسرتها،
خسرت ابني اللي اتولد عشان يموت. الباقية في حياتك يا حسام، لكن الباقية دي لازم تكون مختلفة. أنا عارف إن أنت مريت بتجربة صعبة، لكن اتعلمت منها. انجرحت لكن لسه عايش وبتتنفس، لكن بحكم العشرة اللي بينا مش هسمح لك تضيع حياتك. انت جواك خير يا حسام يا ابني، انا متأكد من كده. مهما كان الغلط هتصلحه، حتى لو قلت لسعادتك ان حسام الهلالي ابنك وتلميذك وضابط الشرطة، هو تاجر السلاح الكبير اللي مدوخكوا بتدوروا عليه. ايه؟ زي ما سعادتك سمعت، انا الكبير كان لازم اطلع الطاقة يا فندم في حاجة بحبها، مش سعادتك اللي معلمنا كده. ومعرفتش اطلعها في الخير معاكم فضلطها عليكم. مستحيل. دي الحقيقة يا فندم، وده اعتراف مني والأول مرة أقوله، ومش عارف قلته إزاي. ولو سعادتك سألتني كمان ثانية من دلوقتي هقول ما قلتش، وهحلف رفعت بيه. أنا ما سمعتش حاجة. يعني إيه؟ يعني جات لك الفرصة عشان تصلح الغلط من يوم ما قتلت منصور لغاية دلوقتي. مش فاهم يا فندم. الموردين اللي بره مصر. يا باشا بقول لسعادتك أنا الشيطان الكبير، والموردين اللي بره مصر اللي سعادتك عايزهم دول صبياني زي الخاتم في صباعي، أجيبهم بتليفون سعادتك. ما ينفعش يا باشا. لا هينفع. انت لازم تغلب الشيطان اللي جواك وتغلب الشياطين اللي حواليك وتعمل الصح. ساعتها اترميت في حضنه وكأني بتعلق بآخر طوق نجاة موجود. اتفقت إن أنا أتعاون معاهم علشان نوقع موردين السلاح اللي بره مصر. وعدني اللي هو رفعت إنه يعتبرني شاهد مالك في القضية. واكتشفت إن مش عيب إننا نغلط، إنما العيب إننا نستمر في الغلط. الإنسان القوي يا ماما هو اللي بيحط الخطوط الحمراء لنفسه، ما بيستناش حد يعلم عليه. طلع كلامك صح يا ماما. البطل الحقيقي هو اللي يقوم مهما وقع عشان يكسب معركته الأخيرة. بعديها سافرت عشان أقابل ألبير المورد اللي بره مصر. والحمد لله قدرت أسجل له اعتراف بالصوت والصورة عشان يبقى عندنا دليل إدانة. مش دكان جيو من بيع بالقطع. ما كانش ناقص غير نجيب لستة بأسماء كل المتعاملين في الموضوع ده بره مصر وجوه مصر، ودي قدرت أجيبها من ديدي بطريقة مش هقدر أقول لكم عليها، يمكن أنت تاخد بالك منها يا محمد. نعيما يا قمر. الله ينعم عليك يا حبيبتي. يلا أنا كمان بدي أتحمل. حسام حبيبي شوف لنا شو عنده للروم سيرفيس واطلب لنا دينر حلو. عينيا. سيرفيس بليز.
كل الادله اللي انا جمعتها وصلت الاداره محمد. عارف عن طريق مين؟ مصطفى. مصطفى الاسمر المخبر اللي عندك في الاداره في الدور الثاني. ما هو ده كان المنادي اللي واقف عندي تحت الشركه بيمسح العربيات. وعملت الحفل وعزمت كل الموردين من بره البلد وجوه البلد، والباقي انت عارفه محمد بيه. قبضنا عليهم وقبضنا على دياب، او بمعنى اصح قبضت عليهم وقبضت على دياب. وانت خدت طلقه، وعلى حسب ما سمعت ان خدت علاوه محترم يا بطل. وانت ليه ما قلتليش كل ده يا حسين؟ كانش ينفع محمد، كنت هفقدك تركيزك، كنت هبقى باذيك وباذي نفسي. ده انت مش شغلانه فاهم. انت وجعت قلبي يا حسين. انا اسف بجد اسف. لا 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 هتودينا في داهيه يقول لك ده انت على شخصيه ظابط. لا انا باشا مواطن عادي، مواطن عادي يا محمد بيه. ولو عايز تشوف بطاقتي كمان اوريها لك. بس هتفضل طول عمرك في نظري كبير وكبير قوي يا حسين. مش تقولي لي الحمد لله على السلامة؟ الحمد لله على السلامة يا حبيبي. ابن بطنك رجع، ابن الشهيد رجع، ومش ناقص غير رضاك يا علامة. قلبي وربي راضيين عليك يا حبيبي. وراكي رجاله ولا ما وراكيش؟ وحشتني يا حسام. ازيك يا بابي؟ ازيك يا روح قلب بابي؟ اهلا اهلا بالوحش. انت بتعرف ان انا بكلم حسام؟ انت لو مش عايز ان احنا نرجع لبعض أنا عارفة إن أنت كنت. طب ولو عايز نرجع؟ وحشتيني يا مرة. مش زعلان مني؟ أنت اللي مش زعلان مني.